الرئيس السيسي يكلف رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة موقف تعويضات رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة. قمة الفرنكفونية تقر مقترحات مصر لمكافحة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية، ومحلب يلتقي عدد من قيادة المنظمة. تأجيل محاكمة مرسي إلى 20 من الشهر القادم، والنيابة العامة تؤكد أن اقتحام السجون إبان ثورة يناير تم باتفاق الإخوان وحماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من على شاشة النيل، مرحبا بكم. نبدأ من القاهرة، حيث ذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين. وأوضح البيان أن تلك الأحكام قد انطوت على شقين أساسيين، أولهما يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدا للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. وفيما يتعلق بالشق الثاني بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرا لأحكامها، حيث وجه رئيس الجمهورية بما يلي: تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن، وتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية والتي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية أن مصر الجديدة التي تبخضت عن ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل ولا يمكن أن تعود أبدا إلى الوراء. وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محفوظ صابر وزير العدل والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الرئيس على متابعة تكليفاته المتعلقة برعاية أسر شهداء ومصابي الثورة والعمل على حصولهم على حقوقهم المشروعة. تناول اللقاء أيضا تناول التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، والتي وجه الرئيس لجنة الإصلاح التشريعي بإعداد تقرير بشأنها تحقيقا للصالح العام. كما شدد الرئيس على سرعة إنجاز تكليفاته لافتا إلى أهمية تحقيق العدالة ومكافحة الفساد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان، نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار والمتخصص في شؤون الرئاسة. أستاذ كمال، بيان الرئاسة، بيان رئاسة الجمهورية وما جاء فيه، كيف تابعتمهم كصحفيين؟ يعني هو يعني نعم. هذا البيان جاء كرد حاسم من جانب رئاسة الجمهورية على بعض الآراء أو التي أرادت استغلال الأحكام التي صدرت بالأمس لإهام أو نشر شائعات أن النظام القديم يعود وغيرها من هذه الدعاوي التي يعني أو يعني الدعاوي التي نسميها خبيثة. يعني جاء بيان الرئاسة النهاردة حاسما. الحقيقة بيان الرئاسة كان بيان متوازن. أول حاجة أكد على الاحترام أحكام القضاء وأنه لا يجوز التعقيب عليها، وده طبعا اهمالا لنصوص الدستور اللي جاء في البيان وتاكيدا لمبدا الفرق بين السلطات. الحاجه الثانيه ان البيان ايضا اشار لما جاء في او الاسباب اللي ادتها المحكمه تفسيرا لاحكامها، ومن ضمنها يعني ضروره اجراء تعديلات في قانون الاجراءات الجنائيه الحالي. والحقيقه يعني هناك فعلا دعاوى كثيره تشير الى ان بعض هذه القوانين منها قانون الاجراءات الجنائيه لم يعد صالحا للعصر
ولا لقضاياه ولا يحقق العدالة الناجزة حاليا. فالرئيس استجاب لذلك وكلف رئيس الوزراء باتخاذ أو كلف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لأشرت المحكمة. والرئيس يعني طلب فعلا تقرير لهذه التعديلات عن هذه التعديلات يعني في أسرع وقت. أيضا يعني كلفت أيضا أن الرئيس في تأكيدا لتقديره لثورة 25 يناير اللي يعني البعض ايضا يحاول ان يقول انها يعني ان الاحكام التي صدرت بالامس تقضي عليه وغير ذلك. فيعني كان هناك تاكيد من الرئيس على يعني تقديره لمن ضحوا بارواحهم في 25 يناير. ولهذا التقدير اكد او طلب الرئيس من الحكومه ايضا مراجعه الموقف بالنسبه لتعويضات ورعايه اسر الشهداء ومصابي الثوره الذين قدموا حياتهم لرفعه هذا الوطن. ويمكن كان الاجتماع التالي اللي عقد الرئيس مع وزيري العداله الانتقاليه والعدل تاكيدا لسرعه تنفيذ هذه التوصيات. وايضا كان هناك ايضا حسم من في بيان الرئاسه ان مصر لن تعود اطلاقا الى الوراء، وان مصر التي جاءت بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ماضيه في طريقها نحو تاسيس دوله ديمقراطيه حديثه قائمه على العدل والحريه والمساواه ومحاربه الفساد، وانه لا عوده للوراء. يمكن هذا الرد او هذا البيان كان يؤكد من ناحيه احترام الدوله لسياده القانون وسياده القضاء، وفي نفس الوقت انها تستجيب لمطالب الشعب وفيما يتعلق سواء بالاهتمام بمصابي ثورة 25 يناير أو بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لازم تعديله أو فيما يتعلق بمحاربة الفساد، وأنه لا عودة مطلقة للوراء. الأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار، أشكرك شكرا جزيلا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاعة الرئاسية بمطار القاهرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي قام بزيارة عمل سريعة لمصر. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تم خلالها تباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. واتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السامحة الحقيقية. وقد بحث الزعيمان عددا من القضايا الإقليمية من بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة وسلام الأراضي السورية، كما بحثا آخر تطورات القضية الفلسطينية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية المستشار الخاص لرئيس جمهورية جزر القمر عيسى سولو ممادي بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن المباحثات تناولت بحث عدد من مجالات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، حيث أعرب ممادي عن تطلع بلاده لأن تفتتح مصر السفارة لها في جزر القمر. كما سلم ممادي الرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جزر القمر تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق والنهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. وافقت قمة الفرنكوفونية في ختام أعمالها بالعاصمة السنغالية دكار على المقترحات التي تقدمت بها مصر ضمن مشروع إعلان دكار الصادر عن المؤتمر. وأقرت مجموعة من المشروعات الخاصة بالقرارات التي تقدمت بها مصر حول تجديد إجراءات مكافحة الإرهاب والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. كما اختارت القمة الكندية ميخائيل جون الحاكم العام السابق لكندا لتتولى منصب الأمين العام القادم للمنظمة. ملفات ومستجدات عدة تكسب القمة الفرنكوفونية في العاصمة السنغالية داكار أهمية خاصة، فالقمة التي تعقد كل عامين في أحدى العواصم تهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية يسودها هذا العام حالة من الترقب لاختيار الشخصية التي ستخلف عبد ديوف في رئاسة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، حيث يحسم رؤساء الدول خياراتهم بين 5 مرشحين خلال القمة، وسيتم البث بينهم عقب مناقشات في جلسة مغلقة وبدون تصويت. 12 عاما هي فترة ولاية الرئيس السنغالي السابق، اكتسبت المنظمة التي كانت حينها تعنى بمهمات تعاون على التنمية ودعم اللغة الفرنسية، بدأت تأخذ وزنا سياسيا بفضل السياسات التي اتخذتها خلال الأزمات الإفريقية، ومن المنتظر أن يتم بحث واعتماد إعلان داكار وقراراته. ويشارك في القمة الفرنكوفونية التي تستمر عملها اليوم
ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء ومنها مصر لتؤكد على عودتها لدورها الإقليمي والدولي. ورأس رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وفد مصر في القمة. ومن المنتظر تحديد تاريخ ومكان عقد القمة 16 للفرنكوفونية. الأوضاع العالمية والشرق أوسطية والإقليمية فرضت نفسها على القمة الفرنكوفونية معالجة الأوضاع والقضايا السياسية رغم الطبع الثقافي التي تتسم بهذه التظاهرة، ومن الوضع في بوركينا فاسو والإيبولا بالإضافة إلى ملفات العنف والتمييز ضد المرأة وأزمة بطالة الشباب التي تراها المنظمة الفرنكوفونية قنبلة موقوتة. من العاصمة السنغالية دكار، سيد زيد، النيل. يأتي هذا في حين أجرى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء سلسلة من اللقاءات مع قادة دول منظمة الفرنكوفونية. وقد التقى رئيس الكونغو برازافيل رئيس دينيس ساسو، حيث أكد حرص مصر على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكونغو. كما التقى نائبة رئيس فيتنام ووزير خارجية قبرص، والذي أشاد بنتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة مؤخرا بين رؤساء كل من مصر واليونان وقبرص. كما التقى وزير خارجية أرمينيا. تشهد العلاقات المصرية الإفريقية تطورا نوعيا في الفترة الأخيرة، حيث تم توقيع اتفاقات تعاون بين مصر وعدد من البلدان الإفريقية لزيادة حجم التجارة البينية. ويرى مراقبون أن الأزمات التي تواجه القارة تحتاج في مواجهتها إلى تطوير التعاون وتوثيق العلاقات سياسيا واقتصاديا وأمنيا. تعود القاهرة تدريجيا إلى القارة الإفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد سنوات من التجاهل. لقاءات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة واتفاقات تعاون بين القاهرة والدول الإفريقية جميعها مؤشرات على عودة العلاقات بين مصر والقارة السمراء. مصر عادت لإفريقيا بقوة خلال الأشهر الماضية وحققت نجاحات كبيرة. أنا أعتقد أنها لها مردودات سياسية ولها مردودات اقتصادية ولها مردودات أمنية أيضا. يعني العلاقات المصرية الإفريقية في ملف سد النهضة مهمة جدا، لأنها يمكن أن تذلل الكثير من العقبات بين مصر وبين أثيوبيا التي لا تزال في مرحلة الأخذ والرد وفي مرحلة التفاوض. وإذا كان التاريخ شهد موجات من المد والجذر في العلاقات مع القارة الإفريقية، فإن مراقبين يرون أن الواقع المعاش يحتاج إلى تسريع وتيرة توطيد العلاقات، فعلى سبيل لدول القارة لدعمها في ملف العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، كما تحتاج القارة لمصر في ملف التنمية. هناك توجه من الدولة لإعادة إلى أفريقيا وتوثيق العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ووجدنا هذا في العديد من الزيارات للمسؤولين منهم الرئيس السيسي نفسه والمشاركة في القمة الأفريقية. هناك زيارات متعددة قام بها رئيس الوزراء إبراهيم محلب للعديد من الدول الأفريقية، وكلها تستهدف عودة مصر مرة أخرى إلى الدائرة الأفريقية وإلى التي تعتبر هي الأساس في دوائر السياسة الخارجية المصرية. لكن ثمة تحديات تواجه تطور العلاقات، منها ملف مياه حوض النيل وكذلك التنافس الدولي على الاستحواذ على مناطق النفوذ واستغلال ثروات القارة من الدول الكبرى. هذا يتطلب مجهودا أكبر حتى تستطيع أن تتنافس مع هذه الدول على القارة الإفريقية، على الأسواق الإفريقية، على الموارد الإفريقية، على أن تكون أفريقيا سوق للمنتجات والبضائع المصرية. بالطبع يعني من الناحية الفنية السوق الإفريقية ومستوى المعيشة ومستوى الدخل ويتناسب تماما مع السلع المصرية، وهذه ميزة تعطى لمصر خلاف الدول الأخرى التي تتميز أسعارها بأنها فوق مستوى الدخل الإفريقي. ورغم الصعوبات، إلا أنه من المقرر أن تنطلق من القاهرة أواخر هذا العام بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول الشرق والجنوب الإفريقية فعاليات قمة إفريقية تستهدف تدشين منطقة تجارة حرة ثلاثية تمتد من القاهرة شمالا إلى كيب تاون جنوبا، في خطوة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارة. هشام حامد، النيل. قررت محكمة جناية القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 20 ديسمبر القادم، وذلك للاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. كما قررت المحكمة معاقبة 26 من قيادات الجماعة الإرهابية والمتهمين وعلى رأسهم محمد وسعد الكتتني بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم مبلغ وقدره 10,000 جنيه لإدانتهم بإهانة هيئة المحكمة.
في جلسة ساخنة في محاكمة العصر، القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، طلب المتهم صبحي صالح الحديث إلى هيئة المحكمة الموقرة التي قررت الاستماع أولا إلى مرافعة النيابة العامة، ثم الاستماع إلى المتهم. عندها ومن داخل القفص قام جميع المتهمين بالصياح وترديد عبارات غير لائقة، وهنا قضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين ما عدا المعزول محمد مرسي بالحبس لثلاث سنوات بتهمة إهانة المحكمة. الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10,000 جنيه لكل منهم عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية. محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي كشفت النقاب عن جرائم الإخوان في اقتحام السجون وقتل الأبرياء من رجال الشرطة. اختلطت الدماء بالدماء، دماء المصريين لم يفرقوا في القتل بين حارس أو سجين. قتل المهاجمون 14 سجينا وغيرهم من الحراس، 14 روحا أزهقت بغير حق. خرجت قيادات الإخوان على جثث المصريين. المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات، اتجهت الأولى إلى سجن وادي النطرون، والثانية إلى سجن أبي زعبل، والثالثة إلى سجن المرج لتهريب عناصر حزب الله وحماس والإخوان وعن العناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون. وتم اقتحام السجون 3 بذات الخطة والمنهاج، والذي يتمثل في إثارة الشغب داخل السجن لإشغال قوات الشرطة بتأمين داخل السجن عن خارجه. وفي الوقت ذاته تقوم العناصر المسلحة بإطلاق النار من خارج السجن حتى تبادلها قوات التأمين إطلاق النار حتى تنفذ ذخيرتها، وحينها يبدأ الاقتحام. فلتتذكروا يا قضاة مصر شهداء هذه القضية من أبناء مصر وفرسانها، ولتتذكروا أن مصر تناشدكم أن يكون لحكمكم مس أوجع ووقع أشد، يبرئ العليل ويشفي الغليل، يهذب بالقصاص طبائع الأشقياء. النيابة العامة تكشف النقاب عن الكثير والكثير من الأسرار في هذه القضية، من قام باقتحام السجون، من قام بسرقة الأسلحة والذخيرة من داخل السجون المصرية، من قام بالتعدي على أفراد وضباط السجون المصرية. قضية هامة قاربت أيضا على النهاية. هيئة المحكمة الموقرة برئاسة المستشار شعبان الشامي يتبقى الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، ثم تعقيب النيابة على مرافعة الدفاع، ثم تحجز القضية للنطق بالحكم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. محمد علوي، تلفزيون المصري.
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بتصنيف تنظيم داعش كمنظمة إرهابية وكل من ينتمي إليها كإرهابية. صدر الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامها أحد المحامين مستندا فيها إلى أن أعمال الإرهاب التي تشهدها سيناء تتم بتحريض ودعم وتعاون وتواصل وثيق من تنظيم داعش الذي يتمركز في دولتي العراق وسوريا. يأتي هذا فيما أعلن الأزهر الشريف استكمال كافة الاستعدادات لعقد المؤتمر، مؤتمر مواجهة التطرف والإرهاب، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بعنوان الأزهر الشريف مواجهة التطرف والإرهاب، والذي يهدف لمواجهة الأزمات السياسية والفكرية والاقتصادية التي يعانيها العالم وما نتج عنها من تكفير وإلحاد، فضلا عن الخروج بوسائل للعيش المشترك بين البشر ومن خلال الأديان تحقيقا للسلم العالمي. وأوضح الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، أوضح أن تنظيم المؤتمر يأتي انطلاقا من مسؤولية الأزهر للمواجهة العلمية للأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة وما نتج عنها من إرهاب وإعلان رؤى الإسلام للقضايا المختلفة. انطلقت الدورة التدريبية بالمجلس القومي للمرأة لتأهيل وتدريب المرأة المصرية لدمجها ودعمها للمشاركة في الحياة السياسية، إيمانا بأن التغيير يأتي من الداخل أولا ولا يفرض من الخارج. ويأتي البرنامج لدعم وتنمية قدرات المرشحات للبرلمان فنيا وإعلاميا بهدف إكسابهن مهارات خوض المعترك السياسي من كافة النواحي، وذلك مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية. المرأة المصرية خطوة نحو برلمان 2015 تحت هذا العنوان نظم المجلس القومي للمرأة برنامجا تدريبيا لتأهيل المرأة سياسيا ودعم السيدات التي يرغبن في ترشح الانتخابات البرلمانية المقبلة. أهمية المشاركة السياسية للمرأة وأهمية أنها تدخل الانتخابات. نمرة 2، نحن وجهنا دعوة عامة لكل السيدات الراغبات في الترشح بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية للتوجه للمجلس، وعملنا عملية فرز بناء على معايير محددة ومع لجنة متخصصة. التوعية للمرأة نفسها وإعطائها بعد بالمسؤولية القادمة لهذه المهمة، يعني أنا برضو أود من السيدات الفضليات اللواتي يريدنا أن يخضن التجربة أن يدركنا أنها تجربة ليست بالسهلة. البرنامج يعمل على تنمية قدرات المرشحات بهدف إكسابهن مهارات خوض المعترك السياسي من كافة النواحي. التدريب ده بيرفع القدرات في إدارة الحملة الانتخابية وفي القوانين، سواء قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون تقسيم الدوائر، كل التساؤلات اللي هي غامضة وبنطرح فيها أسئلة كتير بيتم الاستفسار عنها. محتاجة المهارات كتيرة، خاصة مهارات التواصل والاتصال، المهارات الخاصة بتكوين فرق الخاصة بالانتخابات، الحملات بتقوم ازاي، لاني انا اصلا كنت معينة ما كنتش نازلة انتخابات، فانا محتاجة كتير من مهارات كتيرة هستفيدها من تلك الدورة. جدير بالذكر ان البرنامج التدريبي يتضمن مهارات ادارة الازمات الانتخابية وتقسيم الدوائر وتكاليف الحملات الانتخابية وتدريبا عمليا لتصميم هذه الحملات. مشاركة المرأة المصرية ولعبها دورا أساسيا في شتى مناحي الحياة هو عنوان تقدم الأمة ودليل ازدهارها وارتقائها، بل إن دورها السياسي البارز يؤكد على مدى الديمقراطية التي يتمتع بها النظام السياسي، ولعل من أبرز الصور لمشاركة المرأة في المجال السياسي هو نسبة تمثيلها في البرلمان. بسمة الشاعر، النيل. التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقارم شيخة الأزهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. أطلع الرئيس الفلسطيني شيخ الأزهر خلال المقابلة على أوضاع الفلسطينيين في ظل الممارسات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل، وعلى جهود إحلال السلام ونتائج أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء الذي انعقد بالقاهرة، والجهود العربية لنصرة القضية الفلسطينية والقرار العربي بتدويل القضية الفلسطينية واللجوء إلى مجلس الأمن.
بدأت جامعة الدول العربية اتصالات ومشاورات لتنفيذ خطة التحرك العربي التي أقرها وزراء الخارجية العرب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. وبدأت الجامعة في توجيه رسائل إلى الجهات المعنية والتحضير لزيارة الوفد الوزري العربي إلى عدد من عواصم الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وذلك بهدف حشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي والخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي. فتحت السلطات المصرية اليوم معبر رفح في اتجاه واحد إلى قطاع غزة، ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر على مدى يومين اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 4 من بعد ظهر. وتأتي هذه الخطوة تيسيرا على العالقين الفلسطينيين الموجودون داخل الأراضي المصرية. وكانت القاهرة قد أعادت فتح المعبر يوم الأربعاء الماضي في اتجاه واحد فقط بعد إغلاق دام 32 يوما عقب الحادث الإرهابي الذي تعرض له كمين كرم القواديس وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين في 24 من شهر. في العراق قتل أكثر من 40 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الفلوجة بالأنبار بحسب مصدر أمني بالمحافظة، كما قتل أيضا 11 من مسلحي التنظيم بنيران قوات التحالف الدولي في نينوى. ورغم التقدم الملحوظ ضد التنظيم الإرهابي في أنحاء متفرقة، إلا أن مسؤولا كرديا بارزا أكد أن القوات العراقية لن تكون جاهزة لنقل المعركة إلى مدينة الموصل حتى أواخر عام 2015. لا تزال طائرات قوات التحالف الدولي مدعومة من قوات أخرى تواصل عملياتها العسكرية على تنظيم داعش الإرهابي في كل أنحاء العراق. قوات البشمركة الكردية بدعم من طائرات التحالف الدولي شنت هجوما واسع النطاق على معاقل مسلحي تنظيم داعش في منطقتي مخمور وكوير التابعتين لمحافظة نينوى والقريبتين من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بهدف استعادة السيطرة على قرى المنطقة التي استولى عليها مسلح داعش قبل 4 أشهر. مصدر أمني عراقي في نينوى أكد أن طيران التحالف الدولي شن غارات على مواقع تابعة لتنظيم داعش جنوب شرق الموصل، ما أسفر عن مقتل 11 مسلحا من التنظيم الإرهابي إضافة إلى تدمير بعض العتاد. ورغم التقدم الملحوظ الذي تحرزه تلك القوات في مقابل قوى داعش، إلا أن مسؤولا كرديا بارزا أكد أن القوات العراقية لن تكون جاهزة لنقل المعركة إلى مدينة الموصل حتى أواخر عام 2015. المسؤول الكردي أشار أيضا إلى أن ذلك يتوقف على رغبة الحكومة في إعادة هيكلة الجيش وسرعة حل مشكلاتها مع الأكراد والسنة، فضلا عن سرعة قوات التحالف في إمداد قوات البشمركة والجيش العراقي بالأسلحة الثقيلة. وفي محافظة صلاح الدين ربما لم تصب نيران التحالف الدولي الأهداف المرجوة لها، وذلك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى لم يكن لهم علاقة بتنظيم داعش الإرهابي بحسب أحد شيوخ العشائر بالمحافظة. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من جانبها ذكرت في بيان لها أن الطائرات الحربية الأمريكية نفذت نحو 85% من الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. وفي سوريا أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 50 مسلحا من تنظيم داعش في الساعات 24 الأخيرة في مدينة كوباني السورية الكردية على الحدود مع تركيا في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أشهر. يأتي هذا فيما نفذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ما لا يقل عن 30 ضربة جوية في سوريا ضد تنظيم داعش في محافظة الرقة الشمالية. وذكر المرصد أن من بين الأماكن التي استهدفتها الضربات منطقة الفرقة 17 وهي قاعدة للجيش السوري سيطر عليها التنظيم في يوليو الماضي. وفي غضون ذلك دارت معارك عنيفة في مدينة عين العرب الحدودية أمس شملت للمرة الأولى منطقة المعبر الذي يصل المدينة الكردية بتركيا. من ناحية أخرى شنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوري اليوم سلسلة غارات جوية على بلدة راستن في ريف حمص الشمالي
بعد تراجع القوات السورية في البلدة وتقدم مسلح جبهة النصرة. ذكر ناشطون أن الغارات ضربت أحياء سكنية في مدينة الرستن وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء. كما قصفت القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة بلدتي الغارية الشرقية واليدودة في ريف درعا جنوب سوريا، بالإضافة إلى مدينة مخرون جنوبي في الحسكة شمال شرقي البلاد بعد سيطرة تنظيم داعش عليها. متواصلون معكم في هذه البانوراما الإخبارية الشاملة ونتابع فيها بعد أنباء الاقتصاد. المعارك تشتعل في مدينة بنغازي بين الجيش الليبي ومسلح تنظيم مجلس شورى ثوار بنغازي ومقتل أحد كبار قيادات التنظيم. وفي البانوراما أيضا مقتل 3 جنود يمنيين في هجوم للقاعدة جنوب شرقي اليمن وعشرات الألاف يتظاهرون في عدن للمطالبة بالانفصال عن الجنوب. وقفتنا التالية في بانوراما نيل مع أخبار المال والأعمال. نتحول مباشرة إلى حنان الخولي، تفضلي حنان. شكرا لكم لميس وإيمان. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها. وزارة المالية تعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتعديل الضرائب العقارية وإحالتها لمجلس الدولة. إلى التفاصيل، والبداية من وزارة المالية والتي أعلنت الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديدة وإحالتها لقسمي الفتاوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها. ويأتي ذلك تمهيدا لإصدار اللائحة بقرار وزاري لوضع الأساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص. وتتضمن اللائحة الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء البالغ 2,000,000 جنيه إلى جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية. بحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، بحث معه إقامة عدة تحالفات استراتيجية مع كبار المستثمرين والمنتجين العرب في مجال السلع الغذائية والحبوب للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال. وقال وزير التموين أن المشروع سيحول مصر إلى محور لوجستي عالمي للحبوب والغلال ويؤمن الاحتياطية الاستراتيجية لمصر من السلع والحبوب بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والتصدير لدول المنطقة ويوفر الآلاف من فرص العمل. أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها ستضرب بيد من حديد على مافيا تجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بالسوق السوداء. وأعلنت الوزارة عزمها زيادة المساحة المنزرعة ببنجر السكر إلى 500,000 فدان خلال الموسم الزراعي الشتوي في إطار استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر. أشارت الوزارة إلى بدء صرف أسمدة القصب اعتبارا من يناير وحتى أبريل القادمين في الجمعيات الزراعية. توقع خبراء اقتصاديون أن يكون مردود جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية إيجابيا، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات لجذب الاستثمار وكذا دعوة قادة أوروبا لحضور المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل في شرم الشيخ.
مردود إيجابي واسع المدى حظيت به زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجولته الأوروبية على المستوى الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي. لا أمل في حل مشاكل مصر الاقتصادية إلا بوجود شريك أجنبي مهم، لأنه عنده فلوس ولسه تقدر تعومها. إحنا عندنا طاقة، وعندنا طاقة في قوة عاملة، وعندنا أيدي رخيصة، وعندنا جو، وكل مجموعة حاجات أشياء متنوعة، لكن نحتاج إلى الدولار أو اليورو. هذه كانت الزيارة بوضوح بتقول كده. الخبراء يروا أن الزيارة تبنت خططا اقتصادية تتمثل في عرض وطرح المشروعات بصورة مباشرة مع المستثمرين الأجانب ودولهم في مجالات عدة. تم توقيع اتفاقيات بما يقرب من 1400 مليون دولار، أي ما حوالي 1.4 مليار دولار، منها 500 مليون دولار اتفاقيات تم توقيعها مع إيطاليا بتتمثل في تطوير السكك الحديد في مصر ومشروعات في مجال البنية التحتية ومبادلة الديون. أما مع الشريك الآخر مع الجانب الإيطالي الجانب الفرنسي فتم توقيع اتفاقيات بنحو 800 مليون يورو. جدير بالذكر أن الاستثمارات الإيطالية في مصر تأتي في المرتبة العاشرة ضمن قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار. رمضان المطعني، النيل. إذن انتهت مشاهدينا هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما النيل مع لميس وإيمان. إليكم شكرا جزيلا لك يا حنان. وقبل أن نواصل معكم هذه البانوراما، إليكم تذكرة بأهم عناوينها. رئيس السيسي يكلف رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة موقف تعويضات رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة. قمة الفرنكفونية تقر مقترحات مصر لمكافحة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية، ومحلب يلتقي عدد من القيادات المنظمة. تأجيل محاكمة مرسي إلى 20 من الشهر القادم، والنيابة العامة تؤكد أن اقتحام السجون إبان ثورة يناير تم باتفاق الإخوان وحماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. مرحبا مجددا. طلب وزير الخارجية سامح شكري طلب المجتمع الدولي بدعم إرادة الشعب الليبي وأن يوفر له كافة السبل لمؤازرة الحكومة الشرعية في ليبيا والتي تمثلت في مجلس النواب المنتخب والحكومة التي انبثقت عنه. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري في القاهرة وزير خارجية ليبيا محمد الدائري لبحث تطورات الأوضاع هناك والتعاون بين الحكومة مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا. كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. أعلن مصدر عسكري ليبي مقتل صلاح الرملي أحد كبار قيادات قوات مجلس الشورى ثوار بنغازي في اشتباكات بمحور الصبري غربي مدينة بنغازي. يأتي هذا فيما لقي عميد بالجيش الليبي مصرعه جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة السراج غرب العاصمة الليبية طرابلس. من النظرة الأولى للأحداث الجارية في ليبيا يبدو أن مرحلة عدم الاستقرار ستظل وقتا طويلا، فالقتال ما يزال يدور في الشوارع والميادين في محاولة من كل طرف لفرض سيطرته على الآخر. ففي العاصمة الليبية طرابلس لقي العميد طيار أحمد العكرمي من الجيش الليبي مصرعة جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة السراج غرب العاصمة بحسب ما أفادت به مصادر أمنية مسؤولة. وفي بنغازي أكد آمر سرية الإسناد بكتيبة الاستخبارات العسكرية الليبية صلاح الدين عطية أن قوات الجيش أحرزت تقدما ملحوظا على محور أرض بلعون ببنغازي في المواجهات المستمرة منذ أشهر مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي، في حين قتل جندي بالكتيبة 204 دبابات بالجيش الليبي وأصيب 4 آخرون جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي. كان القتال الدائر في بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية بين قوات موالية للحكومة وجماعات متشددة، قد أسفر على مدى الأسابيع الستة الماضية عن مقتل نحو 400 شخص. وبدأ الجيش الحكومي الذي تشكل حديثا هجوما بمساندة قوات بقيادة اللواء السابق خليفة حفتر في منتصف أكتوبر على متشددين في بنغازي، ونجح في طردهم من منطقة المطار ومن عدة معسكرات كان الجيش قد فقدها خلال الصيف. ويتركز القتال منذ 3 أسابيع حول ميناء بنغازي التجاري، حيث تقول القوات الموالية للحكومة إن متشددين يتحصنون هناك. يأتي هذا في حين أرجأت محكمة استئناف طرابلس جلسة محاكمة رموز النظام الليبي السابق إلى 14 ديسمبر،
ويحاكم 23 من أعوان النظام الليبي السابق، بينهم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق بتهم منها جرائم الدعم اللوجستي للنظام السابق بهدف إجهار ثورة 17 من فبراير والفساد المالي والإداري والإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب. ويبقى التساؤل، إلى متى تدور ليبيا في دائرة الصراع التي لا تبدو لها نهاية في القريب العاجل؟ وفي اليمن قتل 3 جنود يمنيين حين تعرضت آليتهم لقصف بقذيفة RPG الصاروخية أطلقها مقاتلون من تنظيم القاعدة في جنوب شرق اليمن، كما أعلن مصدر أمني الأحد. أضاف المصدر أن الهجوم وقع السبت في منطقة تريس بمحافظة حضرموت بقذيفة RPG وأسفر عن مقتل 3 جنود. من جانبها أكدت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في بيان لها أنها استهدفت طاقما عسكريا في منطقة تريس عندما كان متجها من مدينة شبان إلى مدينة سينون في وادي حضرموت، ما أسفر عن تدمير الطاقم ومقتل من فيه من الجنود وعددهم 3. طالب عشرات الآلاف مما يسمى بالحراك الجنوبي اليمني بفك الارتباط عن الشمال وإعادة دولة الجنوب التي كانت موجودة قبل عام 1990، وجاء ذلك خلال الحشد الذي نظمه أنصار الحراك الجنوبي في ساحة العروض بمدينة عدن جنوب البلاد، وذلك للاحتفال بالذكرى 47 للاستقلال. ورفع المحتشدون أعلام دولة الجنوب اليمني سابقا قبل الوحدة، ولم تصدر قيادات الحراك الجنوبي أي بيانات حتى الآن أو تنتقد التهديدات التي أطلقتها بغلق الحدود مع شمال اليمن. يأتي هذا فيما أكد مدير أمن مدينة عدن أن السلطات الأمنية بالمدينة أعدت خطة متكاملة لحماية المؤسسات الحكومية من أي أعمال اعتداء داعيا إلى انتهاك السلمية والحفاظ عليها. والآن نتوقف مشاهدينا لنتابع معكم أخبار الرياضة. أخبار الملاعب الرياضة. اشتهرت منطقة الكفرات بمحافظة إربد شمالي العاصمة الأردنية عمان بزراعة الزيتون والذي تنتج منه آلاف الأطنان من الزيت لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض. إلى أن المسؤولين بوزارة الزراعة الأردنية يقولون إن محصول الزيتون في الموسم الحالي تراجع مقارنة بإنتاج الموسم الماضي لقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد خلال العام. تشتهر الكفارات بمحافظة إربد شمالي العاصمة الأردنية عمان بزراعة الزيتون الذي تنتج منه آلاف الأطنان من الزيت لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، لكن المسؤولين بوزارة الزراعة الأردنية يقولون إن محصول الزيتون في الموسم الحالي تراجع مقارنة بإنتاج الموسم الماضي لقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد خلال العام. أحمد العمري الذي يتولى إدارة إحدى معاصر الزيتون في إربد قال إن من الأفضل ألا يتعجل الزراع في جمع ثمار الزيتون. معظم زراعة زيتون بلدي، فمنطقة كفرات مشهورة بزيتها، مشهورة بطعمه ولونه وشكله، فمنفضل يعني إحنا كمان بننصح المزارع إنه ما يستعجل بقطف الزيتون، وخاصة منطقتنا هنا لأنه شوية الموسم كل ما كان متأخر بيكون أفضل. وتشهد إربد مهرجانا للزيتون تنظمه مديرية الزراعة في المحافظة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، ويعرض خلاله إنتاج المنطقة من زيت الزيتون والزيتون المخلل والصابون المصنوع من زيت الزيتون ومصنوعات يدوية من خشب أشجار الزيتون. وقال عبد السلام المؤمني من مديرية زراعة إربد إن المهرجان يقام كل عام في نفس الوقت. المهرجان بيصير في هذا الوقت من السنة اللي هو موعد قطاف ثمار الزيتون وموعد عصر هذه الثمار لإنتاج اللي بنتجوا فيه زيت الزيتون، عشان تشجيع المزارعين على تسويق منتجاتهم من الزيتون والزيت، بالإضافة إلى السيدات الريفيات لتشجيع المشاريع الصغيرة الحرف اليدوية وصناعات الصابون البلدي اللي مصنع من زيت الزيتون. وتسعى وزارة الزراعة الأردنية حاليا إلى استيراد كميات إضافية من زيت الزيتون لتعويض النقص في الإنتاج المحلي هذا الموسم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
شارك الآلاف في وسط بيروت الأحد في مراسم تشييع الفنانة اللبنانية صباح وسط حضور سياسي وفني لبناني وعربي، قبل أن ينقل جثمانها إلى مثواه الأخير في بلدتها الواقعة شرق بيروت. أقيم تشييع الفنانة اللبنانية صباح التي توفيت الأربعاء عن 87 عاما قرابة الثانية ظهرا بتوقيت بيروت برئاسة البطريرك الماروني بشار الراعي بكنيسة ماري جرجس المارونية في وسط بيروت، حيث أقيمت مراسم التشييع وجمعت مجموعة من المسؤولين السياسيين، تقدمهم رئيس الحكومة تمام سلام إلى جانب عدد من السفراء العرب. كانت الفنانة صباح أو الشحرورة كما يسميها اللبنانيون قد توفيت فجر الأربعاء بعد مسيرة فنية حافلة تمسكت خلالها بالأناقة والحضور الإعلامي حتى الرمق الأخير بعد 60 عاما من العطاء الفني، كانت خلالها من أبرز وجوه الفن والسينما في العالم العربي. وولدت صباح واسمها الحقيقي جنات فغالي في بلدة بدادون اللبنانية شرق بيروت في 10 من نوفمبر من عام 1927، وكانت الثالثة بين أخواتها، وقد أحبت الغناء والتمثيل منذ طفولتها، واكتشف عمها موهبتها وعذوبة صوتها الجبلي. وختاما لهذه البانوراما، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يكلف رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة موقف تعويضات رعايا أسر شهداء ومصابي الثورة. قمة الفرنكوفونية تقر مقترحات مصر لمكافحة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية، ومحلب يلتقي عددا من قيادات المنظمة. تأجيل محاكمة مرسي إلى 20 من الشهر القادم، والنيابة العامة تؤكد أن اقتحام السجون إبان ثورة يناير تم باتفاق الإخوان وحماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وبعنوين الأخبار نصل إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من النيل. إلى اللقاء.